السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الدعاء للميت والاستغفار له ينفع ولو كان من غير أحد الوالدين كدعاء لأخي أخيه؟ نعم، ينفع الدعاء للميت ولو لم يكن من ابنه، ولد صالح يدعو له ينفع دعاء غير ولده أيضا، يعني لأن نوحا عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا عام، والنبي والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عموما. وإذا خصصت أحدا من إخوانك المسلمين ودعوت له بعينه واسمه هذا شيء طيب لا بأس. نعم.